دعوني أيضا أؤكد على أن هذه القمة تأتي في وقت حساس وحرج بالنسبة لنا، فالدول المجاورة جوارا مباشر للسودان، فهذه القمة تعطي لنا فرصة للتداول بشأن الموقف في السودان، كما أنها تؤكد للعالم أجمع بأن الصراع السوداني هو أولوية بالنسبة لدول الجوار للسودان، والأهم أيضا بالنسبة لجماعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي. أصحاب المعالي، هذه القمة ليست منتدى جديد، بل هو اجتماع لدول جوار السودان المعنية بأثر الصراع السوداني.